غادي نخصو هاد الحصة وهاد الساعة الثانية مع الدكتور عماد. الموضوع شيق، الموضوع مهم بزاف، هو الحمل، هو الخصوبة، هو كيفاش يمكن الأعشاب تساعد نساء ورجال على أنه يكملوا المنال والمراد ديالهم، واللي طبعا حنا ما نقدروا ندعيو معهم إلا بالتسخير ديال الله سبحانه وتعالى باش يسعدوا، باش يفرحوا، وباش يترزقوا إن شاء الله بشي ذرية صالحة. صباح النور دكتور عماد. صباح الخير والرباح والتيسير، وكذلك تحية كبيرة كل أخوات اللي كيسمعونا، وصباح القوق. دكتور عماد كنرحبوا بك دائما. اليوم موضوعنا شيق، موضوع اللي عنده علاقة بالحمل والخصوبة، وبغينا نعرفوا شنو اللي كيطرى، شنو اللي جاري به العمل، شنو اللي منتشر عندنا في المغرب، واش هاد الشيء اللي جاري به العمل صحيح أو خطأ من الجانب العلمي. كنذكر دكتور عماد بأنك دكتور الصيدلة المختص في العلاج وفي تداوي بالأعشاب، وأيضا أنت رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. خطوطنا مفتوحة لكم، كنبحثوا على شهاداتكم، كل وحدة فيكم جربات شي حاجة، يا ريت تتصل بنا وتقول لنا شنو جربات وشنو كان تأثير ديال الخلطة أو الوصفة طبيعية أو الأعشاب اللي استعملتي ألالا للحمل. دكتور عماد، مشكل الخصوبة، الخصوبة بشكل عام تراجعت في العشر سنين الأخيرة في بلادنا وربما في كل أنحاء العالم. أكيد أكيد. علاش تراجعت؟ لأن أول سبب هذه المشاكل ديال الخصوبة هو التوتر النفسي. اذا كما كنعرفوا ان ما شكون هذا اللي ما فيناش كيعيش واحد الضغط، وكيعيش واحد كما كنقولوا واحد التوتر، واحد ستريس في النهار، فما كاينش. ثانيا الطريقه ديال الاكل ديالنا، فالمواد اللي كنستعملوها في الاكل الطبيعي ديالنا، بعض المواد الكيميائيه، بعض المواد اللي كنستعملوها كيميائيا، وحنا كنا ذكرنا منها كما كنقولوا الحلقات اللي فاتوا بعض المواد التجميليه اللي حنا بالنسبه لنا انها مواد عاديه، فالمواد اللي كنا هضرنا عليهم فالكثير منها كينقص من هذا المشكل ديال الخصوبه. ثانيا المشاكل كما كنقولوا العضويه، بحال دابا الى هضرنا مثلا ناخذين الذكور، المشكل ديال الولاده ان كاين بعض الاخوه اللي كتكون الخدمه ديالهم كيبقاو جالسين بزاف، او الخدمه ديالهم كيبقاو واقفين بزاف، او حتى ما كتلقاهمش الحركيه، ما كيتحركوش بزاف، فهنا كتشكل عندهم مشاكل عضويه، مثلا كما ما يسمى بالفاغيكوسيل، يعني ذوك العروقه ما كيبقاوش في الحاله الطبيعيه ديالهم، يا اما كيتلواو يا اما كيتعوجوا، فهنا في هذه الحاله هذه شنو خص ضروري تدخل طبي. كذلك بالنسبه للاخوات كيكون عندهم ملي كيكون هذا الضغط النفسي، او ملي ما كتكونش واحد التغذيه مزيانه، او كيكون واحد النقص، فشنو كيوقع؟ كيوقع انه الهرمونات كيتخربقوا، عمليه الاباضه ما كتكونش بطريقه طبيعيه. وما بين اول الاسباب ديال هذه المشاكل هذه هي الوزن. فاخر الابحاث بينات ان كاين واحد الطريقه دابا باش ولات كتقاس الوزن. اذا الوزن ما خصوش يكون كيتعدى 25 كيلوغرام في المتر مربع. اذا هذه الطريقه هذه فالناس الاختصاصيين في التغذيه كيعرفوها وكيعرفوا كيفاش يحسبوها. غادي ايضا نكملوا هذا الموضوع ديال الزياده في الوزن والسمنه والدهون منين كتجمع في الجسم سواء للرجل او للمراه، كيفاش انها كتاثر بشكل مباشر على الخصوبه، وكيفاش انها كتعطل عملية الحمل. غنشوفوها أيضا من الناحية الطبية، وكيفاش بعادات غذائية سليمة إن شاء الله ممكن الإنسان يعتدل، ممكن الإنسان يحقق واحد التوازن. نعم. دكتور عماد، طبعا من ربما المواضيع اللي عليها طلب كثير وكيمشيو لها الناس للعلاج بالأعشاب هي الحمل. أكيد. السيدة باغا تحمل كتمشي عند العشاب، كتمشي عند سيدة مختصة، عند سيدة مختصة. نعم. شنو هما اليوم المواد اللي منتشرة واللي رايجه وانها كتقال انها كتخلي السيده تحمل؟ فبعد اولا كاين واحد العمليه اللي كدار، انك كيقول لك كدار واحد الطريقه كيقول لك كنهزوا الوالده، وهي كتكون بطريقه كيديروا واحد القله كيديروا فيها العافيه كيجروا بها كما كنقولوا الوالده. فالوالده هذه الطريقه كيديروها العيالات القدام طريقه مزيانه، ولكن هذه الطريقه كنخدموا فيها ما يسمى بالحجامه، كما كنقولوا الحجامه اللي ناشفه، الحجامه اللي ما كتكونش فيها الشرات وما كيكونش فيها الدم باش كيهزوا الوالده. هذه عمليا نقدروا حنا ندوزوها. اما الغريب واما الخطير شنو هو؟ ان مؤخرا كنت جريت واحد البحث، فكنلقى بعض السيدات كيجيبوا واحد الزيف كيديروا فيه مجموعه من الاعشاب وكيخليوه للسيده في الوالده ديالها،
كيقول لها انا غادي ندير لك هذه الزفاده في الوالده ديالك، وكتبقى به سيمانه، كتبقى به 10 ايام، كتبقى به 11 يوم، كاين اللي كتبقى فيه كتقول لها غادي تخليه عندك حتى تجيك الدوره الشهريه. فهذاك المنطقه خاصه هذيك المنطقه خصها تكون معقمه ماشي 100% 3000%، لان هذيك المنطقه ما كنلعبوش معها. الا جينا حنا وحطينا بحال هذه الزفاده في هذه المواد هذه ودخلناها، فمواد بكتيريه، مواد معفنه، مواد اللي غادي تقدر لا قدر الله من بعد يوقع التعفن ديال الوالده. كاينين جوج ديال الطرق، يا اما الوالده غادي تعفن واحد الدرجه كبيره وغادي تحيد، هي الثانية أن الإنسان لا قدر الله يمكن له يهز سرطان ديال عنق الرحم. وكما اكتشف بينات الأبحاث أن سرطان عنق الرحم واحد 85% إلا ما قلناش 95% السبب ديالو هو تعفنات فيروسية. هذه السيدة كتجي كتعطي هذا العشب وكديرو، فما بالك النصب والاحتيال الكبير اللي شنا هو؟ كاين بعض السيدات كياخذوا الماء ديال الرجل، يعني كياخذوا الحيوانات المنويه اللي كيديروها في هذاك الزيف وكديرها في الوالده ديال السيده، وبالتالي شنو كيصبح؟ كيصبح واحد التلقيح اللي هو من واحد الماء اللي ماشي ديال الزوج ديالها، وكنوقعوا في واحد كما كنقولوا في واحد المتاهه، وكنوقعوا في خلط الانساب، وكنوقعوا في واحد الامور. فهاد العيالات وهاد الناس اللي كيديروا هذا الشيء كنقول لهم انهم اتقوا الله في هاد الناس هادو. اذن هذه هضرنا على الخطوره الكثيره. الخطوره البسيطه كتكون واحد السيده كتعرفها المراه كتجي ما غتحمل، كتعرف واحد السيده جارتهم ولا من العائله ولا هذيك، كتقول لها انا غادي نجمع لك العشوب ديال الولاده. كتمشي فهي ليس لها علم بالاعشاب، كتمشي عند العطار كتقول له اعطيني هذه وهذه 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 وهذه. ففي بعض الحالات كاينين بعض الناس اللي ما عندهمش الضمير المهني، وبعض العشابه اللي ما عندهمش الضمير المهني، اش كيديروا؟ كنقول ليه مثلا ناخذ مثال، كنقول ليه اعطيني النعناع الصوفي، اش كيدير هو؟ كيعطيها تيميجه ولا كيعطيها نبته اخرى؟ فهنا بدل النبته وبدل حتى المفعول ديال النبته، وكذلك بدل حتى الخطوره ديال ديك التركيبه. رابعا كذلك كاين بعض الناس المعشابات اللي اش كيدير؟ السيده مثلا عندها ضعف في الاباضه، يعني بويضات قلال، اش كيدير هو؟ كينوض كيعطيها المساخن، ومني كيعطيها المساخن فهو كيحرق هذوك البويضات. حتى الا كانت عندها شي بويضه فيها الروح وشي بويضه اللي غادي نلقاو نقدروا نلقاو عليها واحد الحل، كيقتلها هو. علاش؟ لان تعطاتها المساخن. وحتى المساخن كاينه طريقه ديال الاستعمال ديالهم، كاين واحد المقياس باش كناخذوهم. وكذلك حتى هاد النباتات هادو ديال الحمل خصنا نردوا لهم البال. علاش؟ حيت المساخن شنو كيكون فيهم بالاساس؟ المساخن هي التركيبه اللي كنا هضرنا عليها ديال المروزيه، قعقله وسيلسه كثير كثير، مواد كبيره بزاف. وهذه كيفاش كتاثر على البويضات عند المراه؟ نعم، لان كتحبس عمليه البويضه. هذوك المساخن الاباضه وهذوك المساخن كينقصوا من الهرمونات الانثويه، اذا الهرمونات كيهبطوا، البيضه كتزيد ضعاف. حيت حنا المراه شنو خاصها؟ خاصها هرمونات يكونوا صحاح هما اللي كيقويوها. لان كاين واحد التحاليل كما كتبين من باب الدعابه، شنو كيقول لك؟ كيقول لك ان المراه كتطول اكثر من الراجل. علاش؟ لان الهرمونات ديالها كيحميوها، والمراه السلاح ديالها هو الهرمونات. اذا الا كان عندها نقص في هذوك الهرمونات، ولا هذوك الهرمونات الا تخربقوا لها، تما كيوقع عندها هذا المشكل هذا. طيب احنا ملي كنتكلموا على المساخن، طبعا هذه من الامور الجاري بها العمل جدا في كل البيوت وفي كل الاسر المغربيه من العادات والتقاليد ديالنا. وشحال من سيده كيديروها، شحال من يوم كديرها لبنتها، وشحال من عجوزه غديرها لعروسها بحسن نيه، كتقول لها وبنيتي عرفتي شنو؟ غتمشي للحمام مثلا، ولا غادي نديروا لك واحد الفروج البلدي ونديروا عليه واحد الرفيسه ولا واحد البركه واحد القصعه ونديروا فيه المساخن، والله يسخر لكم انتيا والزوج ديالك. اليوم اذا اي سيده، واش الخلاصه باش يكون يكونوا الافكار اللي غنتقاسموا مع مستمعاتنا واضحه، ما فيهاش لبس ما فيهاش الشك، هادشي اللي بغينا نقولوا لك لاله، بغيناك تكوني متاكده منه ان شاء الله. دكتور عماد، اذا اي سيده اليوم كتسمعنا واي راجل ايضا كيسمعنا باغيين ان شاء الله ربي يسخر لهم وتكون عمليات الحمل، ما خصهمش ياكلوا المساخن نهائيا نهائيا. وانا كنأكد عليها وكنتحمل المسؤوليه ديال هاد الهضره، على حيت هما كما كنقولوا هاد الناس هاد العشابه علاش كيلعبوا؟ كيلعبوا على الخدعه.
شنو هي الخدعه؟ ملي كنشرب دوك المساخن كنحس براسي غنتفرقع، كنحس بالعرق، كنحس بالسخونيه، وكتجي ديك الكلمه المعهوده ديال البرد في الوالده، كيحيد لي البرد في الوالده وكيحيدوا لي البرد في الوالده. فالحمد لله وكنشكر اختي هاجر لان دائما كتجيب اختصاصيين وكيهضروا في هذا المجال هذا. واليوم دكتور عفاف بن جلون في نعم. الطبيب تكلمات هي هذا الموضوع وكيقول وملي كتسول الطبيب الاختصاصي المختص في هذا الجهاز كيقول كتقول ليه البرد كيبدا يضحك كيقول لك راه ما كاينش شي حاجه سميتها البرد، لان احنا الله سبحانه وتعالى راه حامينا وعاطينا كيفاش داك التوازن الحراري ديالنا لداخل. والبرد ماشي برد، كاينين جوج حوايج، يا اما تعفن، انا متفق الا كان تعفن او كانت اصابه فيروسيه ضروري خصها الدواء. بحال دابا نعطيو المثال ديال الكلاميديا، هاد التعفن ديال الكلاميديا اللي هو مثلا كيكون ناعس عند الراجل في البويضات ديالو ما كيعرفوش، وبالتالي منين كيتزوج هاد السيد هذا كيعاود يعطيه للمراه ديالو، ومن بعد اش كدير هاد الكلاميديا؟ كتمشي لينا للوالده وكتصايب لينا بحال واحد السور، كتحبس لينا ان كما كنقولوا الحيوانات المنويه ما كيوصلوش للبويضه. نعم. اذن اول حاجه بعدا في هاد الامور هذه اننا بعدا نمشيو نديرو التحاليل ديالنا، وهاد الناس اللي باغيين يولدوا ضروري كل 6 شهور نمشي ندير واحد التحليلات. الراجل يدير تحليلات على الماء ديالو، يدير تحليلات على الحاله ديالو، لا في التعفنات لا في كل شيء، والسيده دير تحليلات هرمونيه وتقلب الوالده ديالها. اما استعمال هاد الاعشاب هذه بحال المساخن بحال هاد الاعشاب السامه نحاولوا نتفاداوها لانها كضرب صحتنا. وحنا اليوم معك لالا باش ان شاء الله نريحوك، بغيناك تكوني متاكده شنو هي الامور اللي فيها منفعه لك، شنو هي الامور اللي فيها مضره لك، انك تعيشي الامومه ما نقدروا الا نتضامنوا معك بقلوبنا وندعيوا العلي القدير انه يسخر لكل وحده فيكم ولكل واحد فيكم بذريه صالحه وبشي حمل اللي يكون ان شاء الله بالصحه والسلامه وفي احسن الظروف. اليوم ايضا بغينا نسمعوا من عندكم شنو اللي جربتوا، شنو اللي نصحكم به شي حد، شنو هي الخلطات او الاعشاب اللي كليتوا او اللي طبختوا او اللي استعملتوا مثلا في الرحم او الوالده، كيف قال الدكتور عماد عطيونا شهاداتكم باش نفهموا جميع شنو هي الامور اللي فعلا خصها اليوم توقف حفاظا على الصحه والسلامه ديال كل وحده فيكم. معنا مريم من والزازات. صباح النور مريم. صباح الخير اختي سناء، كي دايره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، تحيه كبيره ليك للناس الجنوب. كي داير اخويا عماد لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اختي، الله يبارك فيك. نعم اختي. بغيت نسولكم انا على واحد السؤال باقي ما متاكداش منه، واحد السيده قالت لي مرحبا غير انا عندي بنت عندها 5 سنين وبغيت نعاود نحملو وما جابش الله. الله يخليها لك. وهاد السيده قالت لي تبخري باتاي. شكون هي هاد السيدة يا مريم؟ الدورة الشهرية قالت لي تبخري بأتاي. واش هاد السيدة معطي لها هاد الشيء كدير شي حاجة ولا غير سيدة كتعرفيها؟ لا 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 حتى هي قالت لك غير وراو عليها شي ناس وقالت لك هي جربتها وجاب لها الله الخير بعدا ولدات، وبغيت نتأكد عليها واش هاد الشيء صحي ولا. وهي شنو دارت؟ بخرات بحبوب أتاي. بخرات بحبوب اتاي، قالت لي نهار تكون فيك الدوره الشهريه توخري، وقالت لي غادي تلاحظي فاش تكون فيك الدوره، قالت لي يخرج منك شي حاجه غريبه زعما كلشي الاوساخ غادي يخرجوا. نعم. اذا غير نتاكد ونسول الدكتور عماد زعما واش هذا الشيء صحي ولا ما يوقع عليا والد الوالده ولا شي حاجه. شوفي دابا هي بخرات ولكن برا، يعني هذا الشيء بقى في الخارج. واخا مريم انا كنشكرك على الاتصال ديالك، وهذا سؤال من حقك اليوم طرحيه علينا، حنا ان شاء الله غادي نجاوبوك بشكل علمي وطبي مضبوط. واش السيده ممكن تحمل الى بخرات بحبوب اتاي؟ فإلى بخرنا بحبوب اتاي اصلا ما كنستافدوا من حتى حاجه، لان ماده الطنين والمواد اللي كتكون مفيده في اتاي ضروري خصنا نطبخوا اتاي ونشربوه ونستافدوا منه. اما باش نتبخروا بحبوب اتاي وخاصه في الفتره ديال العاده الشهريه كما كنقولوا في الدوره الشهريه، اشنو كيوقع الدوره الشهريه؟ راه كيكون عندك واحد الجدار اللي كانت غتكون فيه البويضه، اش كيدير؟ كيبدا كيتقطع لك في الجناب ديال الوالده وكيخرج، اللي هو كيخرج في شكل دم. فالانسان عنده التهاب في الوالده ديالو في هذيك الفتره، اذا الا زدنا تبخرنا وطلعنا واحد الدخان تما وطلعنا واحد الامور للوالده ديالنا، فهنا غير كنزيدوا نديروا المشكل وكنزيدوا ان نديروا نقدروا نعطيو تعفن للوالده ديالنا. انا غنشرح لك على السيده ولدات، انا غادي نشرح لك هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. ثانيا حنا كنسميو حنا في العلاج ديالنا الطبي كنقولوا لي في بسيكوموتور، يعني العامل النفسي
ان ديك السيده ملي كتمشي كتبخر هذاك اتاي وكيقولوا لها بان داك اتاي غادي يعطيك نتيجه. شنو درنا؟ راه بحال ديك السيده تعالجات نفسيا وهيئات الجسم ديالها انه يستقبل المولود، لان الحاله النفسيه راه دابا المشكل شنو هو؟ راه 80% ديال السيدات اللي ما عندهم حتى شي مشكل ديال الولاده لا هما الازواج ديالهم، 80% الجانب النفسي هو اللي كيأثر عليهم. راه الا ارتحينا وخلينا على الله سبحانه وتعالى كونوا على يقين بان ان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. وحنا غادي نوصلوا معك دكتور عماد ومعكم مستمعاتنا. معنا فاطمه اللي غتقول لنا شنو جربات هذه السنين وهي تتحاول تحمل. معنا كذلك ساره اللي غنسمعوا عندها حتى هي كل انواع الخلطات والاعشاب اللي استعملت بدون نتيجه. ومازال غادي ايضا ناخذوا سؤال وشهاده ديال الاخت وفاء دائما، او شهاده شي حاجه دارتها شي سيده فيكم مستمعتنا بغات اليوم تحكي لنا عليها، جربتيها الا وانت كتبحتي على الحمل باي وجه كان، قولوا لنا شنو هي الاعشاب، شنو هي الخلطات، شنو هي الامور اللي حصلتوا عليها وكيفاش تم استعمالها. دائما معنا مستمعتنا على الخط طبعا بعد ما سمعنا مريم. معنا ساره من الدار البيضاء. صباح النور ساره. صباح الخير اختي سناء، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا. ساره انت هذه مده باغا تحملي وجربتي مجموعه الامور، اليوم بغيتي تقولي لينا شنو هي هذه الامور اللي جربتي. اختي جربت، انا جربت حب رشاد، قال لي منين تفوتك يعني الدوره الشهريه هذاك الاسبوع، نحسب اسبوع نبقى ناخذ معي قطع حب رشاد مع الصباح على العفيق. نعم. مدة ساعة يعني ما نفطرش، ونهار السابع ناخذ الياغوت وندير فيه يعني نعمره بحب رشاد ونشربه. جربتهم كلهم، جربتهم. ثاني شيء قالوا لي جربي المسخن، يعني المسخن درتهم يعني على شكل مرق باللحم بالصلاة ثومة، يعني كله مرقه وعمرتهم بالمسخن وبقيت كنشرب نشرب نشرب. هو كيشد مره مره شي وجع ولكن ما كيمشي. نعم. واحد الوجع كيمشي. جربت هذا الشيء تقريبا جربته شهر ونص اللي جربت هذا الشيء وما كان حتى شي نتيجه ما كاينه. نعم. شنو اخر جربتي مريم؟ ساره. اخر شيء جربت هو هذه تاعت المسخن دابا. وهذه ديال المسخن. والمرقه على شكل مرقه وبقيت كنشربه. نعم. شحال هذه الوقت وانت كتحاولي تحملي؟ تقريبا هذه 5 شهور وانا كنحاول. هذه 5 شهور، واش عمرك مشيتي للطبيب؟ مشيت عند الطبيبة وعطاتني واحد الهرمون وكان ناخذه وما يعني ما حصلت حتى شي حاجة ما وقعت. نعم. وطبعا اللي انت اليوم يعني تتحسي براسك بحال بغيتي خلاص تحملي ويكون هذا الحمل انت وزوجك. بطبيعة الحال كتكون عندها ديك الرغبة، كتبغي تحمل، كتبغي تحس بالأمومة ديالك. يعني مسألة عادية. مسألة عادية جدا. دكتور عماد، سارة مشكورة على هاد الأمثلة، لأنه مازال غادي نسمعوا أمثلة واحدة أخرين عند مستمعات واحدة أخرين باش عاد نلخصوا. شنو تقول سارة؟ هي كتاخذ الهرمونات وكتاخذ الأعشاب. نعم. واش الأعشاب في هذه الحالة كتبطل الاستعمال والمفعول ديال الهرمونات؟ لأنه نخلطوا ما بين الدواء اللي هو علمي ديال الطبيب وما بين الدواء ديال العرب، ما يسمى عندنا في الثقافة ديالنا الدواء ديال العرب، يعني هذا الشيء ديال العشوب والمساخن. نعم. فبعد الأخت سارة كنقول لها الحمد لله على سلامتك، لأن خديتي حب رشاد بواحد الطريقة شنقول لك فتي الكمية المسموح بها كاع كيميائيا، لأن حب رشاد نص معلقة صغيرة في اليوم وما كنتعداوش في الاستعمال ديالو، كنقدروا نستعملوه 2 المرات في الشهر، هذا هو الحد ديالو. فخاصة علاش كيتستعمل حب رشاد؟ حب رشاد كيتستعمل هو اصلا كيتستعمل لمشاكل الجهاز الهضمي، انه كيساعد باش الجهاز الهضمي كيشتغل بواحد الطريقة طبيعية، وكذلك المشاكل ديال المعدة، هادشي علاش كيتستعمل هو. يعني ما عنده حتى شي علاقة بالحمل ولا بالخصوبة. علاش هما كيستعملوا الخصوبة؟ كما قلنا ديك الخدعة، الخدعة شنو هي؟ أن ملي كناكلوا حب رشاد كنحسوا بالسخونية وكنحسوا بالدورة الدموية كتزيد. لا قدر الله، شنو كان ممكن يطرى للأخت سارة؟ الأخت سارة كون بقات كتستعمل هاد حب رشاد كان يمكن يحرق ليها الغدة الدرقية ديالها، إذا لا تيغويد الغدة الدرقية كانت تحرق. وخاصة كما قلت أن حب رشاد الناس اللي كيكون عندهم ضعف في الغدة الدرقية أو مرض بالغدة الدرقية، راه إلا خدينا حب رشاد كيمكن له يؤدي لنا للسرطان ديال الغدة الدرقية. وأي شابة بحال سارة اللي هي في مقتبل العمر إلا
تقاست في الغده الدرقيه، يعني هذا الشيء عنده علاقه مباشره بالخصوبه وعلى مدى الحياه. على مدى الحياه، وهذاك هو الميزان. الغده الدرقيه هي ديك ليبره ديال الميزان اللي كتوازن لنا الهرمونات ديال الذات، زائد كملات بالمساخن فالحمد لله، لان الضغط ما بقى ما طلعتلاش الطونسيون ولات عندها مستقره، وما بقاش كتجيها الدوخه، ما جاتهاش السخفه، وما جاهاش التسمم في الكبد ديالها. نعم. ومنين كناخذوا المساخن وكناخذوا مع الهرمونات، فاحنا شنو الهرمونات بحال مواد اللي حاله يديها، اي حاجه كتلصق فيها وكتحيد. اذا كنبطلوا مفعول الهرمونات، ولا هذوك الهرمونات كيتحولوا لينا الى مواد سامه مسرطنه في الداس ديالنا، كيمكن لها تسبب لنا السرطان. فالحمد لله اللي اتصلت بنا. احنا فهمنا علاش قلتي لها. نعم. الحمد لله على السلامه دكتور عماد، وفعلا الحمد لله على السلامه. السيدات اللي كيتصنتوا لينا بحال اخت ساره، شي واحد نصحكم ديروا هاد حب الرشاد، شنو تقول لهم دكتور عماد؟ فكنقول لهم حب الرشاد يحاولوا يتجنبوه نهائيا نهائيا، ما يستعملوش. غادي ناخذوا شهاده اخرى ونشوفوا مستمعه اخرى شنو جربات بحثا عن الحمل، اللي كنطلبوا من الله انه ييسر الامور ديالكم ويفك حزامكم ان شاء الله، كيف كنقولوا بالطريقه المغربيه ديالنا. الاخت فاطمه معنا من مراكش، صباح الخير فاطمه. صباح الخير اخت سنة. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، كي دايره بخير؟ اللهم لك الحمد فاطمه. قولي لنا قولي لنا. مشكور طبعا دكتور عماد، ومشكورين انتم مستمعتنا. فاطمه انت يا ولدتي مره اولى؟ ولدت عندي وليد عنده 8 سنين. تبارك الله، الله يسخر. بارك الله. ودابا كتحاولي عاوتاني تحملي؟ كنحاول السنين هذه تندوز، وكنت فاتحه على الكيس، كان عندي الكيس في الكار. اييه. ملي كانت الوليد ديالي عنده عامين فتحت على الكيس. واخا، وانا بغيتك تقولي لينا فاطمه شنو هي العشوب اللي خديتي، شنو هادشي اللي كيتقال على انه الدواء ديال العرب، ما يسمى الدواء ديال العرب، شنو باش نصحوك الناس، وشنو اللي جربتي وانتيا يعني في الامل انه شي نهار ربي يسهل وتحملي؟ نصحوني الناس هكا حدا مدراسه تيقول باقي ما ولتيش باقي ما هذا، وعطوني المساخن، عطوني كويلبات تنجيبهم حتى للدار، تنفكر تنعيا وتنرمي داك الشيء ما تنقدرش نديرو. القوالب ديال جد الوالده؟ القوالب هكا سخان هكا تيقول لك راه بمسخن وبعدا ديريهم وراه. لا فين فين ديريهم؟ هكا في الرحيم، هكا في الوالده. اه. البارح تلاقيت مع واحد السيده، وغير البارح قالت لي ديري، قالت لي حب الرشاد واللبن. حب الرشاد واللبن. قالت لي خذي حب الرشاد، قالت لي معلقه وديريها في اللبن وديري في الثلاجه بدا يشربي هكا. يعني تانتيا قالوا لك بحال اللي قالوا لساره حب الرشاد. هي وقالت لي قالت لي ديري هكا، ديري قالت لي الحرمل والثومه، وقالت لي عجنيهم، قالت لي في خبيزه هكا وطيبيها من تجي من الحمام، قالت لي وكليها. نعم. اللهم صل على المصطفى. دكتور عماد، هاد القوالب سبق لنا تكلمنا على القوالب اللي زياده في الوزن واللي هي خلطه خطيره، وشفنا كيفاش ادات الحالات مرضيه مزمنه وادات ايضا الحالات وفاه. احنا بغينا نتكلموا على هاد القوالب اللي هما مصوبين بالاعشاب بشكل عشوائي، والسيده غتاخذ هاد القوالب وغديهم في الرحم. قبيله تكلمنا على انه من اهم اسباب سرطان عنق الرحم هي التعفنات اللي كتقدر تطرا عند السيده. نعم. فاش تقول لفاطمه لانه مازال معنا مكالمات كثيره، وغادي نطلبوا منك نلخصوا. واخا جوج حوايج بعد غادي نوقف عندهم بعد القويلبات اللي هضرنا عليهم. حنا كنا قلنا الخطوره ديالهم الا درناهم، القويلبات اللي كيداروا عاديا في المؤخره كما كنقولوا، هذيك البلاصه اصلا كتكون قاسحه، فما بالك الرحيم اللي فيه واحد المنطقه حساسه بزاف وفيه واحد الجلده اللي رهيفه بزاف. فاش غادي نقول لك اختي، هاد الناس الله يسامح لهم وصافي، ماشي هادوك اللي جابوهم، ولكن دوك الناس اللي نصبوا عليهم وقالوا لهم هادوك يولدوا، فهاد الشيء كنتجنبوه نهائيا. ما كاينش شي قويلبات كيداروا الا ما خديناهمش من عند الصيدلي، نتفاهموا على هاد المساله هادي، عافاك. ومساله اخرى، غادي نوقف عندها. شوف اختي، راه كما كنقول راه الله نجاكم، والله الحمد لله انا كنشكركم بزاف لانكم كتسولوا ودائما ما كتبغوش ديروا شي حاجه حتى كتستشروا. واش كتعرفي شنو هو الحرمل؟ الحرمل اللي غادي يتعجن مع الماء وغيدار في الفران. راه بحال مشيتي خديتي واحد الحيه، بحال مشينا خدينا واحد اللفعه وشدينا لها النياب ديالها وعصرنا داك السم ديالها في واحد الكاس وشربناه. يعني هذا هو ذاك الحرمل المعجون بالمعجون في العجينه ومصايب في الفران، فيه ماده البيغنين والهارمين، غادي ياخذهم الانسان مع الماكله غتاكليهم اختي، غادي تشدك الدوخه، غادي تحبس لك الجهاز العصبي ديالك، ولا قدر الله انك تفقدي الحياه.
فاخوات اللي كيسمعوني راه الحرمل ما كيتشربش، الحرمل ما كيتشربش، الحرمل ما كيتشربش، والحرمل ما كيدارش في الراس، وكنمشيو كنديروه وصفات في الحمام، راه ماده سامه سامه سامه، ثلاثه ديال المرات كناكد عليها. اذا الحرمل بحال المساخن لا تمالا تمالا. نعم. شكرا لك كثير فاطمه على الاتصال ديالك معنا والمشاركه ديالك من مراكش. معنا في مدينه مراكش دائما الاخت حسنه، غادي نسمعوا الشهاده ديالها قبل ما ناخذوا الاخت ساره. حسنه صباح الخير. صباح النور، مرحبا. اهلا اهلا حسنه، مرحبا بك انتيا. حنايا اليوم بغينا نفيدوا بعضياتنا ونسمعوا منكم انتم مستمعاتنا شنو اللي كيجربوا السيدات بحثا عن الحمل، شنو اللي نصحوك ديري وشنو اللي استعملتي فعلا؟ انا هادشي اللي كنت استعملته يعني قبل، كنت مزوجه دابا 4 سنين، وكنت بعت الكينة عادي بحال اي سيده. ابخي المهم فاش قررنا نحملوا بعد عامين حبست الكينة، بقيت تسنيت واحد شويه ما جابش الله. هي فاش مشيت كان المهم من الناس كيقول لك يقدر غير الكينه اللي شدات، يقدر غير البرد، يقدر. هي فاش بديت انا هاد الرحله تاع العشوب وتاع، وكيما اللي تدويت مع السيده قبل يعني راه شي حوايج استعملتهم صراحه دابا كنتفكرهم انا كبح عليا الضيم. كتقولي كيفاش يعني وصلت انه نستعملهم؟ كيفاش؟ كتقولي دابا مع راسك كيفاش فين كان عقلي اللي مشيت استعملت هادشي؟ زعما كنت مرفوعة ولا ما نعرفش، ما عرفتش كيفاش استعملتهم. نعم يعني شنو استعملتي؟ قولي لينا حسنة شنو استعملتي؟ أنا يعني داكشي من غير الزعفران الحار، من غير حب رشة أنا الحبة السوداء، من غير الخزامة كنسخنها وكنديرها في فوطة، ومن غير كنخلطها مع كوكا قالوا لي وشربيها. يعني دابا فاش هضرت مع السيدة قالت لي زعما تفكري أنك حطيت ورقة حدايا، يعني غير هادشي اللي تفكرت وراه تقريبا نص الورقة عمرتها. المهم حتى أنا دابا هادشي استعملته قبل، ملي مشيت عند الطبيب وقال لي المشكل اللي عندي هي فاش حبست، ولكن قبل وكنت انا استعملت القويل باتا الصحراوة كنت درتهم، ولكن انا ماشي في الوالده. نعم نعم. شوف شنو اخر اللي استعملتي يا حسنة؟ الواعر المكون زعما اللي كنتفكر صراحه كنت بورش ولا ما نعرف شنو هو، ديك الصوفه اللي كتكون في ذاك سميتو تاع النبق. الصوفه ديال النبق واحد دابا دوك سميتو العواد ولا شنو هما تاع النبك، كتكون فيهم واحد الصوفه، صوفه لاصقه فيهم بحال القطن ولا ما عرف شنو هذاك. هذوك انا ما عرفت، انا كانت جابت لي واحد السيده زعما من لا فامي وقريبه وكل شيء، وقالت لي خلط منين تبداك الدوره الشهريه خلطيه باش يعني باش يوجد ديك 5 ايام فاش كتكون فيك حق شهر، يعني راه غتستعمل منين تغسلي راه غتبداي. نعم. وخلطتها النهار الاول والنهار الخامس منين غسلت واستعملتها، المهم استعملتها شهرين. انا بغيت نسولك احسن باش نرجع للدكتور عماد، هذا الشيء بعدا الحمد لله ما اثرش على الصحه ديالك بشي حاجه خايبه؟ لا، ولكن انا دابا كنحس، انا كنعرق بزاف، دابا كنحس بالعرق بزاف، ولاحظت بان وجهي ولا فيه الشعر. وجهك بحال الا تزاد لك فيه الشعر، واخا. والطبيب الطبيب اللي انت دابا انت متبعه عنده مازال متبعه معاه؟ الصراحه حبست حيت المهم كنت مشيت دوزت وقالت لي الطبيبه انني ندير الراديو الكبير، لقيت بان عندي القرون مسدودين. نعم. يعني اليوم انت طبيا وعلميا عرفتي شنو السبب ديال انه مازال ما كاينش الحمل؟ ولكن قال لي الطبيب بان زعما حتى النسبه ديال النجاح تاع باش نولد وهذا، قال لي زعما ما عندكش شي النسبه ما كبيرهش، كاينه غير 30% تاع النسبه ديال النجاح العملي اللي غادي نقدر ندير ان شاء الله. وخلي الامل ديالك قوي والايمان ديالك اقوى. دكتور عماد، حسنة هي عطاتنا مجموعه ديال الامور، العويدات او الصوفه كيف سماتها ديال النبق، ولكن قالت واحد جوج ديال الامور قبل اللي كنا هضرنا عليها، هي اكدت المساله اللي قلنا كنديروا المشروب الغازي مع الخزامه وكنطبخوه في الكوكوط، قرعه ديال ليترو كنديروا فيها الخزامه وكتطبخ في الكوكوط حتى كتولي كاس مركز وكنشربوه، إذن هذاك السم. ثانيا اختي حسنة، بعدا انا كنشوفكم متوتره، انا بغيتك ترتاحي مع راسك لان الجانب النفسي كيلعب واحد الدور كبير، سمعتيني؟ قضيه العرق علاش؟ لان استعمال المواد المفرطه، هذا الشيء اللي قلنا شنو كياكد بان هذه المواد كتكثر لنا شنو؟ كتكثر الدوره الدمويه، اذا كتخربق لنا التوازن الحراري في الداس ديالنا،
هذا هو اللي كيعطي هذا المشكل، كيولي التعرق المفرط. هذه اولا. ثانيا واحد الكلمه قلتيها، القويلبات الصحراويه بالعكس الثقافه الصحراويه والعلاج الطبيعي الصحراوي من العلاجات اللي قديمه وعندهم تبارك الله وصفات جميله وكثيره. النصابه الناس اللي كتنصب وكدير النصب والاحتيال كدير هذا الامضاء هذا ديال اعشاب صحراويه او مثلا قويلبات صحراويه باش كيثيروا الانتباه وباش الناس كتشريهم. ثالثا الماده ديال اللي استعملتي هذاك القطن اللي قلتي كيكون في 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 في, في النبق، فهذه كتكون يا اما فطريات يا اما كتكون حشرات اللي كتعطي هذه الامور، فسواء شربتيه او سواء توضيتي به فهذا كيشكل خطر عليك. اذا المشكله احنا عرفناه، اذا المشكل عضوي ان القرون مسدودين، هذا الشيء ما يخلعكش، راه الناس كتحل هذوك القرون وكدار عمليات، وخا ديك 30% راه الناس كتكون عندهم 1% ديال الامل وكيجيب الله التيسير. صافي تفهمنا اختي حسنه، ولكن اهم حاجه ترتاحي ليا مع راسك وتخليها على الله سبحانه وتعالى والامور غادي تكون في احسن ما يرام. السيدات اللي مشاو شخصوا اسباب تاخر الحمل عندهم وعند الازواج ديالهم وكيلقاو انه النتيجه راجعه لسبب ديال قله الحيوانات المنويه او قله البويضات عند السيده، اليوم دكتور عماد غادي تقدم لنا جوج الوصفات للرفع من هاد الامور اللي هي الاساس باش تكون عمليات حمل في ظروف صحيه وظروف ملائمه. هذا فاولا بعدا بالنسبه لواحد الحاجه خصنا نعرفوها عند السيدات وعند الرجال، ان النقص في الزنق وفي الحديد كيعطينا هذا المشكل هذا ديال التاخر في الانجاب. الافراط في استخدام السكر لانه كيخربق لنا التوازن ديال الانسولين في الدم، وحتى هو كياثر لنا على الهرمونات ديال الولاده. واهم حاجه اللي خصهم يعرفوها الذكور ان راه حنا الا كان عندنا نقص الفيتامين دي الهرمونات الذكريه ما كيتكونوش بطريقه طبيعيه، ونبغيو نبلغوا هذه المعلومه. راه حتى الفيتامين دي نقص عند الرجال كيمكن يعطيهم هذا المشكل هذا ديال الضعف ديال الانجاب. اذا الوصفه للنساء للمساعدة على الحمل غادي ناخذ فيها واحد النبتة كتسمى المصاصة، لو بلانتاغو مايوغ، المصاصة، السلمية، الورد مطحون، والزريعة ديال البصلة. إذا نعاود وغيب شوية دكتور هيمان. أكيد المصاصة، السلمية، الورد مطحون، والزريعة ديال البصلة، معلقة صغيرة من كل مكون، كنزيدوا عليه نص سطرو ديال الماء يكون مغلي مزيان وطالق السبوله ديالو، كنخليوه حتى كيطلق على خاطرو، وكناخذوا نص كاس صغير في الصباح بعد الفطور، نص كاس صغير بعد الغداء، ونص كاس صغير بعد العشاء، 12 يوم قبل ما تجي العاده الشهريه. هذا بالنسبه للنساء، بالنسبه للاخوات اللي كيسمعوا لينا. غادي نعاودوا هذه الوصفه للنساء؟ اذا المصاصه، السلمية، الورد مطحون، وزريعة البصلة. إذا معلقة صغيرة من كل مكون. هاد الأعشاب غتاخذهم السيدة أوراق؟ مطحونين وتاخذ معلقة صغيرة من كل حاجة. الورد البلدي كذلك مطحون. نعم. وزريعة البصل كذلك مطحونة. أكيد. إذا أربعة ديال المعلقة صغار من كل مكون. من كل معلقة صغيرة من كل مكون، هي تقريبا هي أربعة معلقة صغار من مكون. كل كاملين. نعم. أها. وكنخلطوهم، كنخوي عليهم السيترو ديال الماء اللي يكون مغلي مزيان وطالق السبوله ديالو، وكما قلنا كنخليوه حتى كيطلق مزيان، وكنشربوا نص كاس صغير بعد الفطور، واحد نص ساعه بعد الفطور، نص ساعه بعد الغداء، ونص ساعه بعد العشاء، 12 يوم قبل ما تجينا العاده الشهريه. ومن تجي العاده الشهريه نحبسوا، وغنبقاو مداومين على هذه المساله هذه حتى الخمس شهور حتى ست شهور، فيها الامان وما كاينش عندنا المشكل. بالنسبه للرجال، اذا الرجال غادي نحاولوا نساعدهم ان نرفعوا لهم من الفيتامين دي، خاصه نساعدهم ان نعطيهم القوه، وثانيا نعطيو قوه للحيوانات المنويه، ونعطيهم كذلك الاكثار في السائل المنوي. شنو كنقترح عليهم؟ كنقترح عليهم اننا غادي ناخذوا السبانخ، لي زيبيناغ، دابا راه تبارك الله موجودين في السوق، ولي زيبيناغ ماشي كيلو ماشي، غادي ناخذ منهم تقريبا واحد المعلقه كبيره ديالهم ديال لي زيبيناغ، غنقردوهم بحال كنقردو قزبر ومعدنوس، كناخذو معلقه كبيره ديالهم. اذا السبانخ، لي زيبيناغ، زريعه القرعه، الكركادي، ونبته المصاصه، هاد النبته الهائله في هاد التوازنات الهرمونيه وهاد المسائل ديال الولاده. اذا نعاود، السبانخ، لي زيبيناغ،
زرعت القرعة الحمراء الكاركادي والمصاصة. قلنا السبانخ كناخذو منهم معلقة كبيرة، كنقردوهم بحال كنقردو القزبور معدنوس، وكناخذو جهد معلقة كبيرة. زرعت القرعة الحمراء كناخذو منها جوج معالق كبار، الكاركادي كناخذو معلقة صغيرة، والمصاصة كناخذو منه معلقة كبيرة ونص. هاد المكونات كاملين كنخويو عليهم نص سيترو ديال الماء بارد، وكنخليهم يغليو فوق البوطة واحد المدة ديال 10 ديال الدقائق حتى كيغليو مزيان، وكنصفيوه هذاك المحلول. داك المحلول كناخذو نص كاس ديال العنبة ديالو، وكنزيدو عليه كاس ديال العصير ديال البرتقال. اذا نص كاس ديال العنبة ديال المحلول اللي كيكون برد، وكنزيدو عليه كاس صغير ديال عصير البرتقال، كنخلطوه مزيان، وكيولي كيتشرب دائما مورا الفطور مدة ديال 5 شهور. هذا ما كان الراجل ما كيوقفش هذه الوصفة هذه، وخصها تشرب باردة. علاش؟ لأن باردة عمرها ما غادي تطلع عليه الضغط الدموي، وعمرها ما غتأثر ليه على الجهاز كما كنقولوا على القلب ديالو، أو ولا تسبب ليه أمور في الصحة ديالو. شكرا لك كثير دكتور عماد.